أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، صدق الله العلي العظيم. في طريقه إلى كربلاء العظمة خطب خطبة عظيمة المضمون، خطبة لن ينساها عالم الوجود، ابتدأ خطبته بعد الحمد والثناء على الله عز وجل هكذا: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، إلى أن يقول في مقطع عظيم من هذه العظيمة: رضا الله رضانا أهل البيت. هكذا أسمع الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام العالم بهذا المضمون. الإمام عليه الصلاة والسلام لم يقل رضا الله يلازم رضانا أهل البيت، بل قال رضا الله رضانا أهل البيت. هكذا عبارات قد تستخدم بمعنى الملازمة، ربما أحيانا تستخدم، ولكن ذلك يحتاج إلى قرينة خلاف ظاهر العبارة. الظاهر من المبتدأ والخبر أن الخبر هو المبتدأ. عندما تقول هو العلي العظيم، يعني ماذا؟ هو مبتدأ، العلي خبر، هذان شيئان، هو شيء الله عز وجل شيء، العلي شيء ثاني، يوجد تلازم بينهما؟ لا، هو العلي هو.
عندما تقول محمد ابن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هل محمد مبتدأ، ابن عبد الله خبر، ابن عبد الله شيء يلازم أو شخص يلازم محمدا؟ صلى عليه وآله. لا، هو تعبيران عن شيء واحد. عندما تقول هذه سيارتي، هذه مبتدأ، سيارتي خبر، يعني ماذا؟ يعني يوجد هناك شيئان متلازمان؟ لا، سيارتي هي هذه هي سيارتي. بصورة عامة الظاهر من المبتدأ والخبر، الظاهر يعني المعنى الطبيعي، يعني المعنى الأساسي لنعبر عنه، هذا يعبر عنه العلماء بالمعنى الظاهري، ظاهر العبارة. ظاهر العبارة يعني ماذا؟ يعني إذا كنت تقصد معنى آخر تحتاج إلى قرينة، بدون قرينة هذا هو المعنى الصحيح. الظاهر بين المبتدأ والخبر أن الخبر هو المبتدأ والمبتدأ هو الخبر. المولى سيد الشهداء صلوات الله عليه ماذا قال؟ قال رضا الله مبتدأ، رضانا أهل البيت خبر. يعني ماذا؟ يعني يوجد هناك شيء اسمه رضا الله، ويوجد هناك شيء آخر اسمه رضا أهل البيت، ولكن يوجد تلازم بينهما. لا، رضا الله هو رضا أهل البيت لا غير. ليست القضية قضية تلازم، دائما متى ما رضي الله أهل البيت رضوا، هذا ليس المعنى الصحيح للعبارة. المعنى الصحيح، المعنى الأساسي إن صح التعبير، المعنى الظاهري حسب تعبير العلماء من الكلمة، أنه يوجد هناك شيء واحد اسمه رضا أهل البيت، هو هذا اسمه رضا الله. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. الحديث، هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله في مواقف كثيرة بعبارات مختلفة، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك، إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، عبارات مختلفة، عبارات متعددة نفس المضمون. هذا كلام آخر لابن رسول الله، أكد نفس ما قاله جده صلى الله عليه وآله. شمولية هذه الكلمة أولاً، هل النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المتواتر إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، هل هذا الإطلاق قيده بهذه الأمة؟ كلا، في أي حديث من هذه الأحاديث الشريفة لا يوجد أي تقييد من النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله ما خصص هذه القضية بهذه الأمة، يعني ماذا؟ يعني مقتضى إطلاق كلام النبي صلى الله عليه وآله أنه حتى في الأمم السابقة إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، رضا الله هو رضا فاطمة، هذا التعبير الدقيق،
لأنه تلازم. رضا الله هو رضا فاطمة حتى في الأمم السابقة. من رضيت عنه فاطمة صلوات الله عليها من الأمم السابقة، رضاها هو رضا الله. من غضبت عليه فاطمة صلوات الله عليها في الأمم السابقة، غضبها هو غضب الله عز وجل. لعل البعض يتعجب يسأل، وهل كانت فاطمة آنذاك؟ بالتأكيد، بالقطع واليقين. غيرنا لا يعرف معارف، نحن ولله الحمد روايات رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أوضحت لنا كثير من الأمور الغيبية. فاطمة كانت، نعم الله عز وجل خلقها قبل أن يخلق آدم، وخلقها وخلق نورها قبل أن يخلق حتى الملائكة، وخلقها وخلق نورها حتى قبل أن يخلق مكانا لآدم وهي الأرض. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وخلقها وخلق نورها قبل أن يخلق حتى المكان للملائكة وهي السماء. في حديث بسند موثق عن سدير قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق نور فاطمة قبل خلق الأرض والسماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا، في البدء، بدء هذا القانون، هذه القاعدة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يوجد حد. النبي صلى الله عليه وآله أطلق من جهة البداية، من جهة النهاية هل النبي صلى الله عليه وآله قيد هذا القانون إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، قيد من جهة النهاية؟ يعني هل هذا القانون له نهاية؟ مثلا بانتهاء الدنيا هذا القانون ينتهي؟ هذه القاعدة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المتواتر، هل له نهاية؟ مفعول هذا القاعدة، هذا القانون ينتهي بانتهاء الدنيا؟ كلا، النبي صلى الله عليه وآله أطلق، ما حدد. يعني ماذا؟ يعني هذا القانون يسري إلى آخر الدنيا، ثم يسري ويسري حتى إلى يوم القيامة. في يوم القيامة إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. رضا الله ثوابه، غضب الله عقابه. يعني ماذا؟ يعني في يوم القيامة الله عز وجل يعرف ما في قلب فاطمة، يعرف أنها راضية عن الشخص الفلاني. هذا الشخص بمجرد أن ينشر، بمجرد أن يقوم من قبره، يخرج من قبره، الله عز وجل يعرف ما في قلب فاطمة، يوجد في قلب فاطمة الرضا على هذا الشخص. مباشرة من البداية يوجه هذا الشخص نحو الجنة. العياذ بالله تعالى، فلان الذي يوجد في قلب فاطمة غضب عليه، الله عز وجل يعرف ما في قلب فاطمة، غضبها هو غضبه هو وغضب الله عقابه. هذا الشخص الذي يعلم الله عز وجل
في قلب فاطمة غضبا عليه، على هذا الشخص. هذا الشخص من البداية عندما يخرج من الأجداث من القبور يحيى مرة ثانية في يوم القيامة، مباشرة خطوات إلى جهنم. الطريق هذا الطريق من البداية، لأن الله يرضى لرضاه، رضاه رضاه ثوابه. الله يغضب لغضبها، غضبه عقابه. ثالثا، ذكرنا في الأسبوع الماضي أن هذه القضية ليست خاصة بالرضا والغضب، كل الصفات المتغيرة الحادثة التي تحدث في نفس المخلوق، هذه الصفات إذا نسبتها إلى الله عز وجل، أو رأيت آية قرآنية حديثا شريفا تنسب هذه الصفة إلى الله عز وجل، اعرف أن هناك تأويلا، أن هناك تفسيرا. كل صفة متغيرة، الله عز وجل لا يتغير، منها الرضا والغضب، ومنها الحب والبغض. الله عز وجل ليس له حب مثل حبنا، ليس له بغض مثل بغضنا، حاشا لله. الله عز وجل لا يتغير، أنا أتغير. الحب يوجد شيئا في نفسي، البغض يوجد شيئا في نفسي، أتغير. عندما أتذكر محبوبي، عندما أتذكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، تنشرح نفسي. عندما أتذكر عدو الله تنقبض نفسي. يحصل تغير في نفس الإنسان بحبه وبغضه. الله عز وجل ما عنده هكذا حب، ما عنده هكذا بغض. إذن ما هو معنى الآيات القرآنية العديدة التي ذكرت حب الله؟ إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتقين، آيات عديدة والروايات الشريفة الكثيرة، نفس المعنى الذي ذكره الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، أن الله عز وجل خلق لنفسه أولياء فما كان لهم نسبه إلى نفسه من هذه الصفات المتغيرات. يعني ماذا؟ يعني إن الله يحب المحسنين، معنى هذه الآية المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحب المحسنين. الله عز وجل نسب هذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المحسنين، إلى المتقين، نسبه إلى نفسه. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله أحب الله من أحب حسينا، يعني ماذا؟ الله ما عنده حب مثل حبنا، يعني ماذا أحب الله من أحب حسينا؟ يعني أن مولاك صاحب الأمر، صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء، يحب من أحب حسينا. هذا الحب الذي هو في نفس وقلب الإمام صاحب الأمر نسبه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول اليوم، العياذ بالله تعالى بالنسبة إلى البعيدين في يوم القيامة، اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. الله عز وجل ينسى؟ مستحيل. اليوم ننساكم يعني ماذا؟ يعني ما ورد في حديث تعذيب قتلة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام،
حديث مفصل. يعاقبون يعاقبون ثم يلقون في نار جهنم، والتعبير الدقيق قطعة من نار جهنم تأتي وتبتلعهم، لا يلقون. قتلت الإمام الحسين هكذا، المجرمون يلقون في نار جهنم، قتلت الإمام سيد الشهداء لا، عنق من النار اسمها هبهب تأتي وتبتلعهم. عند ذلك يضرب الله سبحانه وتعالى على قلوب أهل البيت بالنسيان، لينسوا هذه القطعة من التاريخ المؤلمة لكي يتهنأوا في الجنة، لأن هذه القطعة من التاريخ المؤلمة قضية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام جدا مؤلمة. إذا كانت في نفوس أهل البيت في الجنة تكدر عليهم العيش، في الجنة لا يوجد كدر. عند ذلك يضرب الله عز وجل على قلوب أهل البيت بالنسيان، اليوم ننساكم نسيان رسول الله. الله عز وجل أنسى رسول الله، ينسي رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وشيعتهم. هذه القطعة من التاريخ، هؤلاء المجرمون ينسون، الله عز وجل نسبه إلى نفسه، قال اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قرأته لكم في الأسبوع الماضي يذكر مثالا آخر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هل هناك بيعتان بايعها هؤلاء المؤمنون؟ بيعة مع رسول الله، بيعة مع الله عز وجل؟ لا، هي بيعة رسول الله، بيعتهم لرسول الله هي بيعة الله، اسمان لحقيقة واحدة. هم صنعوا شيئا واحدا، بايعوا رسول الله، ليس كذلك؟ صنعوا شيئا آخر غير بيعتهم لرسول الله؟ لا، بيعتهم لرسول الله هي هذه البيعة، الله عز وجل يسميها بيعة لله عز وجل، حقيقة واحدة. والآية حاصرة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. القضية لها أطراف أخرى أيضا. التعبير الدقيق الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله عن فاطمة الزهراء جدا جميل، جدا جميل، كجمال التعبير روعة. لماذا اختار هذه الكلمة لابنته صلى الله عليه وآله، ولماذا اختار كلمات ثانية لبقية أهل بيته صلوات الله عليهم؟ كلام طويل. كلمة عملية. الناس لهم جهة واحدة تجذبهم نحو طاعة فاطمة، ما هي هذه الجهة؟ هذه الرواية الشريفة: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. الناس من أراد أن يكون بعيدا عن غضب الله عز وجل لكي لا تشمله كلمة المغضوب عليهم في سورة الحمد، يلزم أن يطيع فاطمة وأن يطيع أهل البيت، لأن الله يرضى لرضا فاطمة، رضا الله رضانا أهل البيت. جهة واحدة عندهم، نحن عندنا جهتان، قوتان تجذبنا إلى طاعة فاطمة وطاعة أهل البيت. القوة الأولى، الجهة الأولى، هي هذه الجهة لكي لا نكون من المغضوب عليهم. غضب فاطمة هو غضب الله، يلزم أن نطيع فاطمة، أن نطيع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
هذه الجهة الأولى كسائر الناس، وهناك جهة ثانية. هذه الجهة أيضا تجذبنا لطاعة فاطمة وطاعة أهل البيت. ما هي؟ حبنا لفاطمة، حبنا لأبيها، حبنا لبعلها أمير المؤمنين، حبنا لأبنائها الطاهرين. الحب، إن المحب لمن يحبه مطيعه، هو الحب يجذب. القضية بديهية، أنت عندما تحب شخصا حبا شديدا هو حبك يجذبك لطاعته. إذا أراد منك شيئا تصنع، إذا نهاك عن شيء تترك، شيء بديهي أصلا، كل واحد منا يجد ذلك في نفسه. إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها. ثانيا حبنا، من هنا الشيعي شيعي، الشيعي شيعة علي، شيعة فاطمة صلى الله عليهما وآلهما، أشد وأكثر التزاما وطاعة لآل محمد صلوات الله عليه. ختامه مسك. ذكرنا أن الله عز وجل خلق نور فاطمة قبل أن يخلق الملائكة، قبل أن يخلق السماوات والأرض. هناك حديث شريف، بسرعة أقرأ هذا الحديث الشريف، حديث جميل جدا من دون تعليق، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث مفصل. قال الأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين. رسول الله أفضل من الملائكة؟ لا، رسول الله أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل من الملائكة. أين الملائكة من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مع عظمة الملائكة لا شيء عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك. وإن الملائكة لخدامنا، بس لا، وخدام محبينا. يا علي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، الرواية هكذا، ويستغفرون للذين آمنوا. لعل النبي قرأ الآية هكذا، يعني قرأ هذين المقطعين من الآية. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، ثم قال صلى الله عليه وآله: ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا. يا علي، لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ كيف يا رسول الله؟ ما القضية؟ يقول صلى الله عليه وآله: لأن أول ما خلق الله عز وجل أرواحنا فأنطقها بتوحيده وتمجيده، بعد أن نطقت أرواح أهل البيت. المقصود من الأرواح الأنوار أو لا؟ الأنوار ثم الأرواح، لأن أهل البيت عندهم أنوار وعندهم أرواح وعندهم أجسام. بعد أن خلق أرواحنا
أرواحنا نطقت بتوحيده وتمجيده. ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظمت أمرنا. صارت مشكلة في الملائكة، ما هذه الأنوار؟ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكي لا تحدث مشكلة أنوار أهل البيت استبقت. فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظمت أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة أننا خلق مخلوقون، وأنه يعني الله عز وجل منزه عن صفاتنا. فسبحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا. فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأننا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه. لكي تعلم الملائكة أننا لسنا آلهة، آلهة نعبد مع الله عز وجل أو نعبد من دون الله عز وجل، لا لسنا نحن هكذا، نحن هللنا. فقالوا الملائكة لا إله إلا الله. فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم المحل إلا به. فلما شاهدوا ما جعله الله لنا من العزة والقوة فقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لتعلم الملائكة أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد لله، لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه. فقالت الملائكة الحمد لله، فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله عز وجل. من؟ الملائكة المعصومة العظيمة، الملائكة التي خلقتها من نور. من أين علمت؟ بنا. فبنا اهتدوا إلى ماذا؟ اهتدوا إلى معلومات عادية، لا إلى أهم شيء في الوجود، معرفة توحيد الله. فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله عز وجل وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. في أدعية رجب نقرأ، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرض عنا فاطمة، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فاطمة، اللهم زد في قلوبنا حب فاطمة، اللهم زد في قلوبنا حب أولياء فاطمة، اللهم زد في قلوبنا بغض أعداء فاطمة، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.